مجدا للرب يسوع. اليوم يوم فرح، اليوم يوم انتصار للكنيسة. اليوم يصادف الذكرى 19 لافتتاح وتكريس مبنى الكنيسة. الحقيقة يصادف الذكرى 20 لنفس اليوم اللي الرب أخرجنا من سجن المخابرات. نفس اليوم السنة 20 قبل 20 سنة مثل هذا اليوم طلعت اليوم بالحديقة بالصبح أشكر الله أنه أنقذني من الموت، من الظلمة للنور، من الموت إلى الحياة. ونشكر رب بعد سنة رب أعطانا هذا المكان مكافأة لنا لشعب الرب. فاليوم يوم مميز، خلينا نسمع ما يقوله الرب لنا في هذا المساء. خلينا نفتح كتبنا المقدسة على أعمال الرسل الإصحاح الثاني، أعمال الرسل الإصحاح الثاني، مقطع معروف جدا، أعمال الرسل الإصحاح الثاني. من عدد 42، إذا ما عندك كتابك المقدس نقدر نتفرج على المونيتر إذا محضرين. عدد 42: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. مبارك اسم الرب، مبارك كلمته لنا في هذا المساء. تكلم اليوم عن الكنيسة، تكلم اليوم عن الكنيسة. مارتن لوثر كينغ كان عنده كلمات مشهورة، والكلمات هي: أنا عندي حلم، أنا عندي حلم، I have a dream. واليوم أنا عندي حلم للكنيسة، أنا عندي حلم للكنيسة. أولا أن يكون تأثيرها كبير بحيث لا تستطيع المدينة أن تتجاهلها. من أخلص العبارة قولوا آمين. عندي حلم أن يكون الكنيسة تأثيرها كبير بحيث لا تستطيع المدينة أن تتجاهلها. أنا عندي حلم للكنيسة أن تنمو بسرعة لدرجة أنه ما نشوف مكانات فارغة، لدرجة أنه مبانيها تعاني من تضاعف أعضائها. أمين. أنا عندي حلم للكنيسة أنه تسبيحها وعبادتها تلمس السماء وتغير الأرض. أنا عندي حلم للكنيسة أنه مذابحها تكون مليانة بناس خطاة يتوبون استجابة لدعوة الرب للخلاص. أمين. أنا عندي حلم للكنيسة أنه تكون متكلة تماما على الروح القدس حيث لا يستطيع أحد إيقافها. أنا عندي حلم للكنيسة أن رسالتها تكون واضحة، وأن حياة الناس، حياة الأشخاص تتغير إلى الأبد. أنا عندي حلم للكنيسة، اسمعوني هذا دورنا، أنا عندي حلم للكنيسة أن تكون مستعدة لدفع الثمن لترى نهضة قادمة على البلد. أنا عندي حلم للكنيسة رأسها المسيح ومعينها الروح القدس وتركيزها على الإرسالية العظمى. هسا عندي أحلام عملية. أنا عندي حلم للكنيسة أنه لما اجتماع يوم الأحد يخلص الناس تبقى في المبنى وما تريد تطلع. اجتماع خلصان بس الناس تحب الشركة والعلاقات ما تحب تطلع. أنا عندي حلم للكنيسة أنه لما يكون عندنا الشركة، واليوم عندنا الشركة، اليوم عندنا راح الشركة مع بعض، لما يخلص الأكل وتخلص أكل
انت تبقى ما تريد تطلع، تشوف ابتسامات على الوجوه. انا عندي حلم للكنيسه انه لما واحد متالم والدموع تخلص انت تستمر بالمعانقه، انت تستمر حاضن هذا الشخص وتصلي له. من يقول امين؟ هذه هي احلامي، وصلي انه هذه الاحلام خليها، اقول يا رب هذا هي حلمي للكنيسه. واليوم اتساءل اذا انت مثلي لتبحث في الكنيسه عن مثل هذه العلاقات الحميمه بين اعضائها. تعرفون عملوا دراسه مؤخرا في جامعه هارفارد ووجدوا انه واحد من كل 3 اشخاص، واحد من كل 3، يعني اليوم اذا اكو 150 شخص بالقاعه، واحد من 3 يعني حوالي 50 شخص في هذا المكان عنده احتياجات في حياته، لكن ماكو احد يسدد هذه الاحتياجات. ويمكن مو عندك احتياجات لكن عندك جروح مجروح، وجروحك تريد تشاركها مع احد لكن ماكو احد يستمع لك. ويمكن انت عندك حب تريد تعطيه لاحد لكن مدى تلاقي احد يستلم هذا الحب. بمعنى انه واحد من كل 3 اشخاص يفتقد الى شيء مهم جدا، وهو ان تكون ضمن مجموعة او ضمن كنيسة، مجموعة من الاشخاص تتمتع بعلاقة حميمة مع بعض وتدعم بعض وتشجع بعض وترعى بعض روحيا لتكون من ارادك الله ان تكون. امين. بالحقيقة الدراسة تبين انه اكثر من 36% من الشعب الامريكي يعاني من مشاعر الوحدة المستمرة والعزلة والرغبة في ان يحب وان ينحب. هاي في امريكا، اذا النسبة يمنا ما اعرف ايش قدرها تصير، بس دراسة في امريكا انه واحد من او 36% تقريبا 1 إلى 3 ايضا يعاني من عزلة مستمرة والرغبة في انه ينحب ويحب. لاحظوا حوالي 1 من 3 اشخاص يعاني من شيء مفقود، اكو شيء مفقود في العلاقات، واكيد الله لم ينوي انه الامور تمشي بهذا الشكل، يعني الله ما خلقنا حتى تكون عندنا علاقات من هذا النوع. خلينا نرجع الى الاصحاح الاول من الكتاب المقدس من تكوين 1 ونشوف شلون قصد الله للعلاقات، الله كيف خطط للعلاقات انه تكون. في تكوين 1 يقول في البدء خلق الله السماوات والارض، وقال الله ليكن نور فكان نور. بعدين خلق الله النهار والليل، بعدين الله خلق اليابسة، وبعدين خلق الأرض، بعدين خلق النجوم الشمس والقمر والكواكب، وبعدين خلق السمك والطيور. بعد الله في اليوم السادس الله خلق الإنسان، ورأى الله أن كل ما عمله هو حسن جدا. إذا هو كل عمله شنو حسن جدا. وبعد الله قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده. آدم وحده ما عنده أحد يسليه، ما عنده أحد يتمتع ويانه في الحياة، خليني أصنع له معينا نظيره. تكوين 2:22 قل وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، وآدم لما شاف حواء قال أخيرا أخيرا أنا تعبت من النظر إلى الفيل للزرافة للأسد والكل ده يتونس وأنا بوحدي، أخيرا صار عندي شريك لحياتي. خلينا أشوفكم ماذا قال الله قبل أن يخلق الإنسان. قبل أن يخلق الإنسان في تكوين 1:26 وقال الله لنعمل الإنسان على، من يكمل، على صورتنا
كشبهنا. لاحظوا الله ما قال خليني أعمل الإنسان على صورتي، والله هالشكل قال، لا، الله قال لنعمل الإنسان على صورتنا، استخدم صيغة شنو الجمع. تعرفون مرات صعب نفهم هذا، لكن الله نفسه ليس وحيدا، الله وحده هو مجتمع كامل، هو ثلاث أقانيم في واحد، وهذا هو السر الثالوث. سؤال، إذا كان الله مجتمع متكون من آب وابن والروح القدس، إذن ليش الله خلق الإنسان؟ لاحظوا الله ما خلقنا لأنه الله كان شاعر بالوحدة، لكن الله خلقنا لأنه هو محبة، والمحبة هي ليست فقط ما يعمل الله، لكن هي جوهر الله. المحبة هي من هو الله. الله محبة، الله هو مجتمع محبة، وهو خلقك لتعرفه ولتحبه ولتحب. ولهذا لما سألوا الرب يسوع ما هي أعظم الوصايا على الإطلاق، أجاب الرب: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل فكرك ومن كل قدرتك، وتحب قريبك مثل نفسك. تفهم الكنيسة الأولى فهموا أهمية هذا المجتمع، وكان هذا جزء أساسي من رحلتهم الروحية، هم حبوا بعضهم البعض. بالحقيقة في أعمال 2 بالقراءة اللي قرأناها يشوفنا أعمال 2 عدد المرات اللي كانوا يجتمعون بها. في أعمال 2 عدد 46 يقول: وكانوا، منو يكمل؟ وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل. لاحظوا ما كانوا يجتمعون الكنيسة الأولى كل يوم أحد، يعني إذا أنت شايف تجي مرة بالشهر أو مرتين بالشهر، ما كانوا يجتمعون كل يوم أحد، ما كانوا يجتمعون كل يوم جمعة، لكن كل يوم من أيام الأسبوع. خلينا نشوف الكنيسة في هذه الأيام. نحن إذا مطر البعض ما يحضر، صح؟ إذا برد كثير منو يحضر؟ إذا برد كثير البعض ما يحضر، تعاجز. إذا حر كثير، جاوبوني، ما يحضر. إذا أكو لعبة كرة قدم، إذا الأولاد عندهم امتحان، إذا الأولاد شوية يقحون، لما ما يكون عندي وهس أحضر، ما يكون عندي وهس. بس أعمال 2:46 يقول: وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. لاحظوا كانوا كل يوم يجتمعون، وكان الموضوع أكثر من مجرد تجمع جسدي، لكن كان اتحاد نفسي. ليش كانوا مجتمعين كل يوم؟ لأنهم كانوا بحاجة إلى بعضهم البعض. ليش بحاجة؟ لأن حياتهم كانت صعبة بالزمانات، مو بأيامنا. في أيامنا الحياة سهلة، في أيامنا، بس لا تبسطوني، في أيامنا الحياة ما بيها مشاكل، أوكي، قولوا أمين، ما بيها ضغوطات الحياة، ما بيها ناس أشرار، ما بيها ميليشيات، الاقتصاد ثابت، الدولار صاعد مو صاعد ولا نازل. بالزمانات الحياة كانت صعبة. ليش صعبة؟ لأنه المؤمنين كانوا يتعرضون للاضطهاد، والناس كانوا يشعرون بحاجتهم إلى بعضهم البعض، كانوا بحاجة الكنيسة الأولى أن يقووا بعضهم البعض ويرفعون بعضهم البعض ويشجعون بعضهم البعض، ليكونوا جسد المسيح في وسط عالم تعبان يحتاج إلى يسوع.
لاحظوا ما كان اكو احد يقول اوف اليوم ثلاثة يعني لازم اروح اجتماع الصلاة، لا، لكن الكتاب يقول كانوا يروحون للكنيسة بابتهاج وبساطة قلب، بقلب كامل يروحون الاجتماع. اليوم اريد اشوفكم الفرق الاساسي ما بين مؤمنين الكنيسة الاولى مؤمنين اليوم. مؤمنين الكنيسة الاولى كانوا بحاجة شديدة لبعضهم البعض، اوكي، كانوا بحاجة شديدة لبعضهم البعض، هم ادركوا حاجتهم لبعض. ومؤمنين اليوم ما زالوا مؤمنين اليوم بحاجة شديدة إلى بعضهم البعض، لكنهم نسوا هذا المبدأ. لاحظوا مؤمنين الكنيسة الأولى عرفوا أنهم ما يقدرون يكونون أقوياء روحيا ومنتصرين وقريبين من الله ويتغلبون على تجارب الشيطان ويكونون نور للعالم من دون عائلة الله. عرفوا أنه السر أن نكون مع بعض، وهذا الأمر ينطبق 100% على مؤمنين اليوم، لكن مع الأسف كثير من المؤمنين نسى هذا المبدأ. قبل فترة كنت دا أتكلم مع أحد الخدام وكان يشرح لي نقطة، وأعتقد أنه أنتم توافقوني علي لما راح أحكيها، وهي أنه معظم هذا الجيل يبحث عن الاستقلالية، يبحث عن الانفرادية، بمعنى ما يريد هذا الجيل يتكل على أحد أو يعتمد على أحد. مرات كثيرة يعيش الناس اللي تعيش حياة بعلاقات من دون علاقات حميمة. يعني مثلا ممكن يكون عندك أصدقاء على السوشيال ميديا، ممكن يكون عندك أصدقاء فولوور على فيسبوك على الانستغرام، لكن العلاقات شنو؟ اونلاين. ماكو علاقات أساسية، ما تريد تتحمل مسؤولية أحد، وكل شيء يعني صار، حتى ممكن اكو بعض المرات صار شغل ممكن تسوينه على الاونلاين، ممكن تشتري بطاقة طيارة اونلاين، تتسوق هسه صار اونلاين، توصي أكل اونلاين، تسمع عظات ستريمينج، مش شرط احضر الكنيسة. وهذا الخادم قال الناس صارت عايشة بنمط حياة اللي دي يدمر صحتهم النفسية ودي يسرق من الناس الفرح الحقيقي. الله ابدا ما كان قصده انه الحياة تنعاش بهذا الشكل. لذلك انا اليوم عندي حلم انه لما الاجتماع يخلص نحن نبقى في الكنيسة وما نريد نطلع لغاية ما نطفي القلوبات ونطفي المولدة يا بطلعوا. أنا عندي حلم للكنيسة أنه لما الشركة تخلص الناس تبقى، لما الدموع تخلص الناس تستمر بالمعانقة. لكن أنا أريدك تعرف أنه هذا لا يحصل بالصدفة. يعني ما راح نغمض عيننا ونصحى من نومنا قول من وين جوا هذول الناس، من وين جت هالعلاقات الحميمة، ما راح تجي فجأة. لذلك أنا وهالة مقررين أنه تقريبا كل أسبوع نستضيف عائلة من الكنيسة لبيتنا أو نعزمهم على مطعم. عندنا وقت نسوي هذا. نحن اللي ده نرعى الكنيسة، عندنا وقت انه كل اسبوع نستضيف عائلة بالكنيسة بيتنا، من الكنيسة بيتنا، او نطلع وياهم المطعم. بالحقيقة ما عندنا وقت، بس هل نحن نحتاج لهذه العلاقات؟ نعم بالتأكيد نحن نحتاج لهذه العلاقات، وانا متأكد انه كل واحد موجود في هذا المكان يحتاج الى هذا النوع من العلاقات. وانا اعتقد انه هذا بالضبط اللي الله يريدك ان تختبره. يمكن تقول بس يعني انا شخص انطوائي، انا ما احب يعني افتح حياتي قدام ناس غرباء.
خليني أقول لك شيء. أكو ناس من عندنا يعني انطوائيين، وأنا وهالة اثنيناتنا نفس يعني نحن introvert أكثر من extrovert. الكلمة بالعربي أصلاً ما بيها عربي، يمكن انطوائي وانبساطي. انبساطي أوكي. خليني أقول لكم راح يكون أكو صعوبة بالبداية حتى تصادق الناس في الكنيسة. مرات يكون صعب ومرات يكون متعب، لكن خليني أقول لك أنه دائما يكون مهم ونافع لك. صعب، متعب، مرات يعني تقابل ناس صعبين وغريبين، صح؟ في كل كنيسة أكو ناس غريبين، أكو ناس صعبين، مثل ما أكو في كل عائلة من عائلتنا أكو شخص يعني قول همزين هذا مو من يعني قريب جدا إلي، بس موجود، وما دام هو من عائلتك أنت لازم تتعلم تتعامل معه، صح لو لا؟ صح لو لا؟ أمين. لهذا أنا أشجعك إنه تكون جزء من كنيسة وتشعر بحاجتك أن تكون في كنيسة، لأنه في الكنيسة أنت تختبر أول شيء، أنت تختبر نعمة. في الكنيسة أنت تختبر شنو؟ نعمة. بولس الرسول يقول في فيليبي 1:7 يقول أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة. لاحظ لما تكون في الكنيسة مع أشخاص مكسورين أنت راح تكتشف أنه هذا المكان آمن حتى تنمو بالإيمان وحتى تختبر نعمة خاصة من الله. لذا أريد أقوله أنه أنت مرحب بك كما أنت. قلوا ليمك أنت مرحب بك كما أنت، مرحب بك بجروحك، مرحب بك بشكوكك، مرحب بك بفشلك، أنت مرحب بك، لأنه كل شخص موجود في هذا المكان مكسور بطريقة أو بأخرى، ولهذا الكنيسة هي المكان اللي نختبر فيه نعمة خاصة من الله. أمين. لكن أيضا في الكنيسة أنت تختبر الشفاء. أنت تختبر شنو؟ الشفاء. نحن مرات نعتقد أنه الله يعمل كل شيء، لكن الطريقة اللي الله خلقنا بها أنه الله يعمل الكثير، لكن أيضا الله يعمل الكثير من خلال منه؟ خلال أولاده. تعرفون نحن نروح لله حتى نكون مجروحين، فنجي لله حتى ننال الشفاء. والله يستطيع أن يشفيك أكيد، لكن الله له طريقة أخرى بالشفاء. فلما نعترف بخطايانا لله هو شي يسوي؟ هو يغفر لنا. لكن لما نحن نعترف باحتياجاتنا وبجروحنا لإخوتنا المؤمنين هناك نحصل على الشفاء. أمين. في يعقوب 5:16 يقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض. ليش؟ لكي تشفوا. لاحظ لما أنت تيجي للكنيسة أنت تختبر نعمة، وهناك نصلي بعضنا البعض، وبطريقة ما الله يجيك ويسدد احتياجاتك ويشفيك من خلال الآخرين. أمين. لكن أيضا في الكنيسة أنت تختبر دعوة الله لحياتك. أولا تختبر نعمة، ثانيا تختبر الشفاء، ثالثا أنت تختبر دعوة الله لحياتك. في أعمال 2:47 يقول وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. لاحظوا الكنيسة الأولى ما كانوا يقولون نحن نحب يسوع، لكن نحن ما نريد يكون ويانا أحد جديد،
لكن كانوا عبارة عن مجموعة من الأشخاص اللي يحبون يسوع لدرجة، كانوا مجموعة من الأشخاص يحبون يسوع لدرجة أنه أشخاص آخرين شاهدوا محبة يسوع وأرادوا أن يستقبلون هذه المحبة. وبهذه الطريقة كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. تعرفون لما ننظر إلى العهد الجديد نشوف أنه العهد الجديد بينه 59 مرة مذكور فيها عبارة بعضنا بعضا. في غلاطية 5 يقول بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. في بطرس الأولى في عدد 4 يقول كونوا مضيفين بعضكم بعضا. سؤال اليوم، متى آخر مرة ضيفت شخص من الكنيسة في بيتك؟ متى آخر مرة دعيت شخص، مو شرط من الكنيسة، متى آخر مرة دعيت شخص ما يعرف الله تكلمت ويانه، قدمت له محبة الله؟ لكن أيضا مو بس نحن مدعوين أن نكون مضيفين، مو بس مدعوين أن نكون أنه نخدم بعضنا البعض، لكن نحن مدعوين نكون لطفاء. في أفسس 4 يقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. نحن عايشين في وسط عالم مليان كراهية، وأنا أحتاج إلى لطف، أنا أحتاج إلى لطف، وأنا أحتاج أن أظهر لطف للآخرين. لكن أيضا نحن مدعوين أن نكون مشجعين. في تسالونيك الأولى 4 يقول شجعوا بعضكم بعضا. أكو أحد في هذا المكان محتاج تشجيع؟ اللي ما يحتاجون تشجيع خلنا نقسمكم نصين. بالضبط، إذا أنت ما محتاج تشجيع اليوم اتأكد أن الشخص الجالس يمك بحاجة إلى تشجيع اليوم، فشجعه. أخيرا في غلاطية 6 عدد 2 يقول احملوا بعضكم أثقال بعض. احملوا بعضكم أثقال بعض. أنا أحتاج إليك وأنت تحتاج إلي، أنا محتاج إلى كل واحد من أتكم. أنا أشكر الله من أجل كل شخص يساعدني ويسندني، وأنا أحتاج مساعدة أكثر، وأنت أيضا هم تحتاج. أمين. أوكي، شنو اللي نقدر نعمله إذا كنا متحدين مع بعض؟ شنو اللي نقدر نعمله إذا كنا متحدين مع بعض؟ خليني أشوفكم. همنا من ضمن الأحلام نحن ممكن نسدد احتياجات مجتمعنا، نحن ممكن نسدد احتياجات الناس المسنين في مجتمعنا، نحن ممكن نسدد احتياجات الأطفال المحرومين في مجتمعنا. هاي كل أشياء الكنيسة ممكن تقوم بها. نحن ممكن نساعد الناس المقيدين ليختبروا الحرية في المسيح. من يقول أمين؟ نحن ممكن أن نصل بالأخبار السارة إلى ملايين الناس، اسمعوني، إلى ملايين الناس عبر خدمة الإذاعة. نحن ممكن نوزع ملايين من الكتب المقدسة. نحن ممكن نزرع كنيسة في كل مدينة، في كل قرية من مدن وقرى العراق. ماذا أسمع أمين؟ لكن أنا ما راح أعمل هذا اليوم، راح نخلص ونصلي. لكن اللي داريد أعمله اليوم، أنا دا أحكي لكم بس أحلامي، بس داريد أخلي شيء، داريد أزرع شيء. اللي داريد أعمله اليوم وأنا أحكي معك إنه كثير من عندكم يعرف أنه أكو شيء أفضل، وأنه الله أبدا ما خلقنا حتى نعيش بهذا المستوى فقط، صح لو لا؟ ولهذا أنت تقدر اليوم تأخذ خطوة إيمان، أنت تقدر اليوم تخرج من عالمك الضيق وأنه تحب شخص مثل ما أحبك الله. لما تشوف شخص متألم، لما تشوف شخص محتاج، لما تشوف شخص مجروح، لما تشوف شخص فقد شخص عزيز، يمكن هذه المرة بدل ما كنت ترسل له مسج، يمكن هذه المرة ترفع تليفون
ويمكن إذا كنت بالقبل ترفع التليفون ممكن تزور هذا الشخص وتحضنه، ولما دموعك ودموع الشخص تتوقف أنت تستمر في المعانقة. وفي يوم من الأيام، في يوم من الأيام لما أنت تكون متألم شخص ما راح يعمل نفس الشيء وياك. ليش؟ لأنه نحن الكنيسة. نحن مو نروح للكنيسة، لكن نحن الكنيسة، نحن جسد المسيح، نحن إيدين ورجلين يسوع، نحن مدعوين أن نوصل الأخبار السارة للعالم، نحن مدعوين أن نوصل محبة الله لهذا العالم تعبان. لهذا أنا عندي حلم أعيده ونصلي، لما الاجتماع يخلص احنا نبقى مريض نطلع، لما الشركة تخلص انت تبقى انك تدور عن علاقات حميمة، لما الدموع تتوقف انت تستمر في الأحضان. امين. خلينا نقف مع بعض ونصلي. يا رب اشتغل علينا، يا رب اشتغل علينا ونهضنا. يا رب خلينا أكون من تريدني أن أكون، خليني أكون من تريدني أن أكون. اشتغل علينا يا رب، نريد نكون الكنيسة اللي بحسب قلبك. نعم يا رب، انت خلقتنا على صورتك، انت خلقتنا يا رب لانه انت محبة. وانا اصلي اليوم يا رب انه نقترب من عندك يا رب، انا اصلي اليوم انه نقترب من عندك، انا اصلي اليوم انه نمتلئ من محبتك، انا اصلي اليوم انه نستلم محبتك حتى نقدر نعطيها للآخرين. يا رب ساعدنا أن نقترب من عندك ونذوب في محبتك ونختبر محبتك حتى نوصلها للناس. اليوم إذا أنت كنت موجود في هذا المكان، إذا أنت لا تعرف الله شخصيا، أنت تؤمن أنه الله موجود لكنك ما تعرفه شخصيا، إذا أنت هذا الشخص، إذا قال لك الله إله محب وهو يريدك أن تعرفه وهو يحبك ويريدك أن تحبه، وهو لم يصرخ من السماء قال لك أحبك، لكنه أرسل ابنه يسوع، أرسل ابنه يسوع وعبر عن محبته عمليا بموته على الصليب من أجلك. يسوع جاء لأجل كل واحد من أدنى، يسوع جاء للمكسور، يسوع جاء للمكسور، يسوع جاء للخاطئ، يسوع جاء للتعبان، يسوع جاء للمهان، يسوع جاء للمتضايق، يسوع جاء لكل شخص، يسوع جاء للمريض وأعطى حياته، مات على الصليب، غفر خطايانا، والله أقامه من الموت حتى يعطينا حياة أبدية، هو جعلنا خليقة جديدة في المسيح. لهذا اليوم أينما كنت، وين ما كنت، مهما كانت حالتك، أنت تقدر تجي له قل له يا رب ارحمني، أنا خاطئ، أنا جاي أتوب، أنا جاي أسلم حياتي إليك. قل له يا رب ارحمني، قل يا رب ارحمني، ارحمني، أشكرك لأجل موتك على الصليب من أجلي، أشكرك لأنك دفعت ثمن غالي يا رب. قل يا رب أنا جاي أسلم حياتي لشخصك، أنا أحتاجك، أحتاج غفران لخطاياي، أحتاج يا رب أنه أختبر محبتك يا رب. قل يا رب أنا جاي أستلم محبتك اليوم يا رب، من جاي استلم محبتك.
يا رب خلصني، يا رب خلصني، املاني من روحك. قل يا رب حياتي ليست ملكي، انا اعطيك اياها. صلاتي أن تكون كنيسة الحياة الجديدة مكان نختبر فيه نعمة خاصة من الله. لو أنت محتاج نعمة خاصة من الله ارفع ايدك، قل يا رب أنا محتاج نعمة خاصة من عندك. صلاتي أن الكنيسة تكون مكان آمن لنختبر نعمة خاصة من الله. صلاتي أن الكنيسة تكون مكان نختبر فيه الشفاء. صلاتي أن الكنيسة نختبر فيها مكان نختبر فيه دعوة الله لحياتنا. صلاتي أن الرب يتعامل مع عناك المكسور ويجعل من عندك إناء نافع للسيد مستعد لكل عمل صالح. اليوم مهما كانت حالتك، فشلان، تعبان، يائس، محبط، حزين، الرب يتعامل مع عناك المكسور ويصنع من عندك إناء أفضل كما يحسن في عينيه. أحبائي كنيسة الحياة الجديدة، أنا عندي حلم أن العراق تمتلأ من معرفة الرب، أن أرض العراق تمتلأ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. معرفة الرب تغطي أرض العراق. سؤال، هل أنت جزء من هذا الحلم؟ عندك حلم؟ عندك مثل هذا الحلم؟ هل أنت مستعد تكرس حياتك؟ تكرس حياتك، تكرس أولادك، تكرس بيتك لأعظم هدف في الحياة، أعظم هدف في الحياة. هل أنت مستعد للمخاطرة؟ هل أنت مستعد تدفع الثمن لأجل امتداد ملكوت الله في هذا البلد؟ صلي قل له يا رب ها أنا ذا أرسلني، ها أنا ذا أرسلني، ها أنا ذا أرسلني، أنا مستعد، أنا مستعد. قل له أنا مستعد، قل له أنا مستعد، أنا مستعد. يا رب فيض بروحك في داخل، يا رب خلي مسحتك على حياتي، خلي إيدك على حياتي، خلي إيدك على حياتي. تعال تواضع قدام الرب، تعال بإيدين فارغة قدام الرب. قل يا رب محتاج زيتك، محتاج مسحتك، محتاج بركتك، محتاج إيدك تمتد على رأسي. يا رب أنا أريد أكون جزء من هذا الحلم، أنا أريد أكون جزء من امتداد ملكوتك على هذه البقعة من الأرض. أنا مستعد للمخاطرة يا رب، أنا مستعد يا رب. إذا مستعد أنا أدعوك أنه تصعد على ظهر هذه السفينة. رح نواجه ظروف صعبة، رح نواجه رياح قوية، لكن أنا أريد أقول لك رح نصيد السمك الكثير، رح نحصد بابتهاج، لأنه هكذا يقول الرب، رح نحصد بابتهاج، رح نحصد بابتهاج. أحبائي هذه الكنيسة رح تصير بالألاف، هذه الكنيسة رح تصير بالألاف. أنا أريدك تثق أنه الله لما يكون معك، لما الله يكلمك، لما الله يقودك، الله رح يعظم العمل معك ورح يخليك فرحان. أمين. أنا أريدك تكرس حياتك لأعظم هدف في الحياة وبناء ملكوت الله، أعظم هدف في الحياة. رح سوي شيء، سوي وياي، سوي الشكل، طقطق أصابعك. مات شخصين، انت طقيت اصابعك مات شخصين، طقيت اصابعك ايد اللوخ ماتوا شخصين. لاخ كل 24 ساعة في العالم 175 الف شخص يموتون، اغلب هؤلاء لا يعرفون شيء عن يسوع. انت سهل، طقيت اصابعك، ماتوا اثنين، ماتوا اربعة، واليوم ال 24 ساعة القادمة رح يموتون 175 ألف شخص. عندنا كنيسة في بغداد، كنيسة في أربيل، كنيسة في البصرة، ما عندنا كنيسة في بابل، ما عندنا كنيسة في واسط، ما عندنا كنيسة في الناصرية.
عندنا إداعة واحدة في بغداد، ماذا عن الباقين؟ تعتقد أن أنت مدلل، تسمع كل يوم أجي ما أجي، باردة حارة أجي ما أجي، تعتقد أنه أنت عندك الحق تسمع وعظتين واحد يموت للجحيم لأنه لم تسنح له الفرصة أن يسمع عن يسوع. أنا أعتقد أنه لازم نعدل، صح لو لا؟ مرات ناس يقولوا لي أنت كلش متطرف، بس تعتقدون عدل أنه أنت تسمع الوعظة مرة ومرتين وثلاثة وخمسين مرة ومئة مرة وكذا وبعدك عاجبني ما عاجبني، وعظة حلوة، الموسيقى كانت عالية، كراسي كانت وسخة، جو الاير كونديشن كان يطلع صوت، مولدة كانت معرفش بيها، هل تكرس حياتك لأعظم هدف؟ إنه العراق يمتلئ من معرفة الله كما تغطي المياه البحر، إنه العراق تعرفه. مستعد؟ مستعد؟